واضح سيدي، شكرا لك على هذا التدخل. معنا أيضا ضيف آخر بخصوص هذا الموضوع، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. نلاحظ يعني هذا العمل الذي يعد إرهابيا لدى البعض ضد المجتمع التونسي، تشكيل جماعة مسلحة في أعلى قمة ربما في تونس، قمة الشعان بمحافظة القصرين، كانت تخطط وتجهز للقيام بعمليات نوعية ومعسكرات تدريب في تونس خاصة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، هذا ما صرح به وزير الداخلية. هل تنظرون فعلا إلى وجود خطر إرهابي على تونس مستقبلا؟ انا واحد من الناس ما ننظرش انه فما خطر ارهابي على تونس كومبليتمون، بالعكس احنا فرحنا كي واحد من الناس كما الشباب فرحت ان كان مش تصير عندنا قاعده في تونس، وحاجه باهيه انهم يعني يكونوا يتمركزوا انهم يكونوا ناس دي كادر وكل شيء ويبعثوهم للجهات في سبيل الله بوركوا با، علاش لا؟ انا متفائل بهم، لكن مش عارف فما ناس ما يحبوش الجهات في سبيل الله، يحبوا يموتوا مش عارف كيفاش. أنا ماذا بينا واحد ما يجهدش بفلوسه ويجهد بصحته بأنفسنا، وهذه يعني مازالت هي مش قاعدة، لكن مازالوا يبنوا مازالوا يعملوا في مركز التدريب وكل شيء، ويعني وتمت محاولة كل شيء وشدوهم ومش عارف شنية والأبحاث ومش عارف. هذه العمليات قد تكون أيضا ضد التونسيين في هذا البلد، يعني لا تكتفي فقط بإرسالهم إلى دول أخرى، وهذا أمر غير مشروع لما أعتقد. يعني بالنسبه للتونسيين يعني احنا كنا يقول لك مسلمين، يعني اذا كان الانسان مسلم تلقاه فرحان، اما الانسان تلقاه مش مسلم هو اللي مش فرحان، لانه هو ضد الدين، خاطر هم فما ناس برشا ضد الثوره وضد الدين وكل شيء، ما يحبوش الاشياء هذه. هي موجوده هي في القاعده هذه بتاع المغرب العربي، موجوده في موريتانيا، موجوده في مالي، موجوده في الجزائر، وعندها سنين الله، وحتى حد ما تشكى منها، والناس الكل عايشه لاباس. ولكن هذه الجماعات تريد ان تفرض يعني منهجا معينا او رايا معينا او ما يعتبرونه دينا معينا بالقوه بالعنف بقوه السلاح على المجتمع باكمله. لا ما نظنش، كان هم جاوا يحبوا باش يسيطروا على المجتمع الكل كل شيء، لخاطر هم منهجه ومبرمجه وفما اشياء كذا، لكن البعض مش للتوانس الكل. اخي احنا التوانس الكل يعني ضد كما نقولوا على ضد الدين وضد كل شيء، لا ما نظنش. فما نسبة قليلة اللي مازالت هي تحب تفتن وتشعل في النار وكل شيء، وما تحبش البلاد بالشركة. يعني هذوما يعني كي يجيو على الأقل لرد عك الناس هذوكم. يعني أنت تبرر ما حصل في محافظة القصرين. لا نبرر أنا، وأنا أقول لك أنا متفائل وفرحان أنهم أنا في بالي حبيت يعني باش يكملوا يواصلوا على الأقل عندنا قاعدة كيوه الناس. حتى من الغرب يهابوني يولوا احنا ما عندنا شيء تونس فريسك فيه. قاعدة عندنا شيء. أربع كعبات كنا واحد يخليهم على الأقل ذوكم خليت مركز معنا وأخوي ويعملوا لنا حتى اشتر قاعدة مش. لكن في تهديد للوضع الأمني في تونس، يعني أنت طالب بإنشاء تنظيم القاعدة في تونس، أعتقد هذا يهدد الوضع في تونس خاصة في ظل الانفلات الحاصل بعد الثورة. يعني الأمن هم بطبيعتهم من قبل كانوا في كل حاجة ديما كنت للأشياء هذه. العهد البائد وكل شيء كانوا يكون ضد الاشياء هذه وكل شيء، لكن تويك اللي حصل توراو في ليبيا والسلاح هذا اللي جاء وكل شيء، ما نظنش كان شهاده الامن الكل، هم بعض الناس، علاش قلت لك مش الكل، هم بعض الناس اللي عندهم عليهم درايه وعندهم عليهم كل شيء ويحبوا هم يعملوا تصفيه حسابات وكهو. في نفس الوقت لكن مش تكون قائمه هذيك، للي يحب الجهاد تفضل مرحبا، واللي ما يحبش هو على روحه. على كل شكر لك على هذا التدخل يعني والفكرة المهمة، يطالب بإنشاء تنظيم قاعدة في تونس. على كل المطالب تختلف في تونس اليوم بعد الثورة. معنا ضيف آخر، مرحبا بك سيدي. يعني الضيف الذي سبقك كان يطالب بإنشاء تنظيم فرع لتنظيم القاعدة في تونس، يعني مراكز لإطلاق المجاهدين، وأيضا كصورة يمكن أن تجعل تونس مهابة